هم على فكرة قاصدين يوقعوا بينا، لأن أنا كل مرة أبقى قاعد ماليش دعوة بأي حاجة، فجأة ألاقي التعليق زي ده كده ظهر لي ويجيبوا سيرتك، أنا ماليش دعوة. القصة وبعد إن كده بننزل تحت خالص، بنيجي هنا على حاجة اسمها التوزيع، على حاجة اسمها التوزيع. بنيجي هنا وبنختار توفير هذا الفيديو على المنصات التي يمكن تحقيق الربح منها. طبعا هو بالنسبة لك بيكون مختار لك اللي هو الاختيار الاولاني ده، يعني انت لو دخلت عندك في القناة هتلاقي مكتوب عندك توفير الفيديو على جميع المنصات، لا انت حوله لتوفير هذا الفيديو على المنصات التي يمكن تحقيق الربح منها بس. ده كل اللي انت بتعمله. الدكتور امام عبد الله بيقول لا، عم عباس الضوي بيقول لا، عباس الضوي بيقول لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الكل بخير إن شاء الله. قبل أي كلام طبعا بسجل كالعادة تقديري واحترامي لأخونا أحمد صاحب قناة رؤية للمعلوميات. قبل ما أتكلم في أي حاجة خالص، هم على فكرة قاصدين يوقعوا بينا، لأن أنا كل مرة أبقى قاعد ماليش دعوة بأي حاجة، فجأة ألاقي التعليق زي ده كده ظهر لي ويجيبوا سيرتك، انا ماليش دعوة. القصة ان انا جالي تعليق برضو من اخت، بس مش هعرف اقول بقى الاسم، زي اخونا ممدوح. بتقول لي انا عايزة احقق الربح على، يعني احقق الربح على الفيديوهات القديمة من المنصة ازاي برضو، ولا الفيديوهات، ما بقتش فاهم حاجة من التعليق صراحة. ايه المنصة اللي احنا هنحقق منها الربح دي، وانا كنت اخدكم كلكم بالتوك توك ونروح هناك ونحقق كلنا ربح. لما ابتديت ارد عليها فهمت ان في فيديو لقناة رؤية نزل بيتكلم عن ميزة سحرية اللي ان احنا نزود الربح على القناة عندنا. قلت خير وبركة، قلت اروح اشوف عشان اقول لها ايه المنصة دي وتعمل ايه. الحقيقة لما رحت وشفت، اولا زي ما بقول الراجل جزاه الله كل خير، لان هو قال دي تجربة شخصية اجتهاد منه، واللي حابب يفعل او يعمل كده يعمل، اللي مش عايز خلاص، اللي عايز يجرب لغاية ما يشوف الدنيا معاه هتبقى ايه ويرجع تاني. المهم يعني الراجل ما اخلى مسؤوليته وبيقول دي تجربته هو الشخصية، زي بالظبط لما انا اتكلمت برضو في موضوع السوبر شات وكنت بقول دي تجربتي الشخصية وكنت حابب افيد بيها الناس، والحمد لله ناس كتير استفادت. الحقيقة لما شفت الفيديو بقى لقيت ان العكس، وقلت لها طبعا رديت عليها في التعليق وقلت لها لا تنزلي الفيديو بتاعك على كل المنصات عادي، وما فيش حكاية ان انا المنصات اللي هي بس بتحقق عليها الربح. طب ايه بقى الكلام، انا مش هجيب اجزاء من الفيديو عشان ما طولش بقى الفيديو، ان هو بيقول لما نيجي نرفع الفيديو في اعدادات بقى الرفع بتاعة الفيديو بيبقى مكتوب توزيع الفيديو، يا اما منصة كل المنصات او المنصات اللي بيتحقق عليها الربح، وقال تختاروا المنصات اللي يتحقق عليها الربح عشان ده هيرفع معاكو الربح على القناة. والحقيقة انا لقيت الكلام ده مش صح، وهقول اسبابي، واتمنى برضو الناس اللي بتتابعوا بتقدر تتواصل معاه على جروب او ايا كان وسيلة الاتصال بينهم توصلوا الفيديو دوت ويرد علينا، وهل الكلام ده صح ولا غلط. قبل ما اقول حاجة هوريكو اللينك او رد الدعم على ايه هي المنصات بتاعت تحقيق الربح وكل المنصات، وبعدين نكمل كلام مع بعض. هيظهر قصادكم على الصورة، هسيب لكم الرابط برضو في صندوق الوصف. المنصات اللي يمكن تحقيق الربح منها يوتيوب طبعا كالعادة، تطبيق اليوتيوب على اجهزة التلفزيون، وعددها بقى سواء بلاي ستيشن اكس بوكس اندرويد تي في ما علينا عشان ما نطولش. موقع ام يوتيوب اللي بيتم الوصول ليه، وناخد بالنا من الكلام، من معظم الهواتف الذكية تطبيق اليوتيوب على ابل تي في. تمام، ايه بقى المنصات التانية؟ وقال على سبيل الحصر قال تطبيق اليوتيوب المثبت على نظام التشغيل اي او اس 5 والاصدارات اللي قبل كده، تطبيق اليوتيوب القديم على الهواتف العادية واجهزة التلفزيون، موقع ام يوتيوب برضو على اللي بيتم الوصول ليه على الهواتف العادية. طيب تمام، نرجع بقى لبعض ونشوف ايه الكلام ده.
طبعا هو الكلام ممكن شوية يتوه، يعني مش واضح. احنا قنوات صغيرة، الربح والمشاهدات لازم يبقوا ماشيين جنب بعض. احنا محتاجين المشاهدات زي ما محتاجين الربح بالظبط، لان الربح عندنا يعني كقناة صغيرة بيبقى ضعيف لسه. المهم عندي كمان مشاهدات. ليه بقى المشاهدات؟ المشاهدات دي بتعلي معايا القناة، بتعلي معايا الترتيب، الرانك، ترتيب القناة بتاعي. ولما قناة ترتيب القناة بتاعي يعلى من المشاهدات، الربح هيعلى معايا. طيب هو قال لما احنا بنختار المنصات اللي بتحقق منها الربح، ده هيزود معانا الأرباح. طيب هضرب مثال على نفسي. أنا مثلا متوسط المشاهدات عندي هقول 500 للفيديو الواحد. من ال 500 دول أو ال 500 شخص اللي اتشافوا الفيديو، هقول مثلا 300 من اللي هم ممكن أحقق من خلالهم ربح، و 200 لأ. وال 500 دول بيجيبوا لي دولار. أنا بضرب كمثال. جيت انا عايز بقى اعلي الدولار ده، فقمت قلت لا، هخلي الفيديو بعد كده يروح للمنصات اللي بيتحقق منها الربح بس، فاصبح هيروح لل 500 دول، هيروح ل 300 منهم، هيروح لل 300 وال 200 لا. يبقى انا هستفاد ايه؟ ما استفدتش حاجه. ما هم ال 300 برضو نفسهم هو اللي راح لهم الفيديو لما كنت مختار كل المنصات. كل اللي انا عملته اللي انا ضيعت ال 200 اللي كانوا بيشوفوا منه الفيديو. واصلة معاكم اللي انا بقوله؟ يعني انا لما هستهدف المنصات اللي بتستهدف الربح بس، هشيل ال 200 دول وهتبقى ال 300 اللي كان طبيعي هيروح لهم برضو لو انا سايب المنصات كلها. يبقى انا كل اللي عملته خسرت 200 مشاهدة. طب ال 200 مشاهدة دول كانوا هيعملوا معايا ايه؟ هيعلوا لي ترتيب الفيديو. فانا لما انا اعمل في كل الفيديوهات كده، يبقى انا يعني ايه؟ بضعف تقييم القناة او ترتيب القناة عندي من خلال مشاهدة الفيديوهات. بقلل المشاهدات عندي على القناة، فبالتالي القناة مش هتظهر كمقترح في نتائج البحث والكلام ده كله، بسبب ان انا بقلل المشاهدات عليه. وزي ما بقول احنا قناة صغيرة، لازم المشاهدات تبقى ماشية جنب الربح في خط متوازي. ما ينفعش حاجة تيجي على حساب حاجة. قنوات كبيرة وبتستهدف ربح او بنفس الطريقة اللي هو قالها، الله اعلم. بس حتى برضو انا متهيألي ان هم لو قناة كبيرة برضو يستهدف كل المنصات، مش منصات الربح بس. لان زي ما وضحت كده، ال 500 انا شلت منهم 200، راح لل 300 اللي هجيلي منهم ربح. طب وال 200 دول خسرت مشاهداتهم، وهو الربح واحد مش هيتغير. وصلتكم اللي انا عايز اقوله؟ فعشان كده ليه اخسر بقى الناس اللي هي هواتفها قديمة، او الحاجات اللي هو قال عليها كمنصات عموما ان الفيديو بتاعي ما يوصل لهمش. فانا نصيحتي لاي حد بيشوف الفيديو بتاعي، بلاش حكاية تفعل الميزة السحرية ديت بتاعت ان انت في توزيع الفيديو بتاعك تخليه المنصات اللي بيتحقق منها الربح بس، خليه على كل المنصات عشان تقييم القناة عندك ما يقعش بقلة المشاهدات. احنا بندور على المشاهدات مع الربح في نفس الوقت. هو ده ردي على الموضوع. وطبعا انتوا سمعتوا هنا وسمعتوا مني، زي ما بقول دايما، احسبها انت مع نفسك وشوف انهي الكلام اللي ممكن تستفاد منه اكتر وامشي وراه، او روح واسأل فريق الدعم. كالعادة روح واسأل فريق الدعم. انا مش هقول لكم ان انا اتواصلت مع فريق الدعم واطول في الفيديو وخلاص. انتوا اللي حابب فيكم يتواصل مع فريق الدعم ويتأكد خير. اللي بيصدقني فانا بقول له ما تفعلش الموضوع ده، وخلي عادي رفعك الفيديو طبيعي على كل المنصات عشان المشاهدات معاك ترفع لك القناة. لان انا بقى المشاهدات الزيادة دي لما بترفع للقناة ويظهر كمقترح اكتر، وناس تانية من بره المشتركين يخش عندي سواء اشتركوا او شافوا الفيديو، هو ده اللي فعلا هيرفع لي الربح عندي. ده على قد اجتهادي وعلى قد مذاكرتي طلعت اقوله لكم، ويا رب فعلا اكون بقدر افيدكم او بوصل لكم المعلومة الصح. وكالعادة في الختام بصلي على سيدي الانام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.